الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتابك صحيح الترغيب والترهيب لشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ودرس جاني بقول يصدح يصدنات حنا قبل أمر يا حديث كرقم كيس يا صدح كون بقول كنت يلح. وعن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر وحال قوري إله كرى لنقضي قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد وحوري صلوات ربي وسلامه عليه من أحسن روحي وناك سمعي فيما بقي وحا أهري عملك أهري وحي روحي هكاكيو وناك سمعي غفر الله وحا الله دافا ما مضى وحي تقيب الله دافا ومن أساء روحي حمان سمعي فيما بقي وحا هري روحي حمان سمعي عمري سأنت كهري أخذ وحا الله قبتا بما مضى وحي تقيب وما بقي وحي هري ودنبا الله قبتا دنوبتا وحال لغو دافا اسلام نماذا لغو دافا يو الاسلام يجب ما قبله اسلام كوحو باب ايا وحي كهري الهينا قرآن كوحو كوري ان ينتهو يغفر له ما قد سلف هذي قال نماذا يكفري كرب تونادان وحال لغو دافا يا وحي هر مري اي وقتي قال نماذا يكفري معصيدي اي سميين با لغو دافا حديث كان يقول لي الروح انت اوحد هدو وناك سميه وحيسي هراء ايال دافا هدو انت اوحد حمات السميه دنبيه هراء يكي دنبابا والله قبطه. رواه الطبراني بإسناد حسن عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر رضي الله عنه حال قوري قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله وحوري إن مثل الذي كيس فديس يتلمان تيسو يعمل السيئات حميالها السمين تلمان تيسو ثم يعمل الحسنات كدب الحسنات كسمين كمثل رجل ننس فدي يتلمان تي أو كلو لمدي رجل كاسو كانت أيهاتي عليه دوشي سدرع درع كسوي عمبور كي دقالك عمبور كاسو ضيقة مدع لريا عمبور كاسو قد خنقته عيشيسي لغنطة وقعدي عمبور كاسو حلقة بعبرة يا عمل كي عمبور كاسو قد خنقته عيشيسي ثم عمل وحسمي حسنة وناقبو سمي حماتدي كدبقي فانكفت وحافي ذنتي وفرنتي حلقة وريق عمبور كوريق يدي سيكمد عيا فرمي ثم عمل وحسمي حسنة وناقة أخرى كله فانكفت وحافرنت أخرى مثكله حتى يخرج إلى أوبحي إلى الأرض أرلد حقي إذا إلى أوبحو عمبورك إلى عقها أوقاري وحلوك إذا عمل صالحا إي عمل حم بإسكدرين خلدوا عملا صالحا وآخر سيئا عمل كحوني مركو أوسمي وحوكضن بيسين يا عمل ونكس عمل كا وناكسن با مركو وحو ترتريا عمل كي هورو ترتريا أتيله لي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والدبراني بإسنادين لبص ندبو كورنيا رواة أحدهما متكو دراوياشي سنة رواة الصحيح صحيح الروادي سيئيهين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحال قوري أن معاذ بن جبل معاذ بن جبل بأراد وحو دوني سفرا صعدا لي صعوته دوني فقال وحو يا رسول الله رسولك إلهي أوصني إي دردارا دردارا من كاربا قال وحو صبره أعبد الله إلهي عابد سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا شينا هكل ما نين حقوق دا إلهي عدنه لقيب إذا أصعت مركز حم قال وحوري يا رسول الله رسولك إله زدني إي سيادي إي كردي دردارك إي كردي قال وحوري إذا أصعت مركز حمان سميسون
فأحسن وناك سميه أو حماتدي آت سميسي وناك كدن بيسي وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وكالي كالي قنت وليحسن هاهاقاق وخلوقو كدب عدادة إيه هبرقن كاقو هاهاقاق رواه ابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ضاعد يا عبادة يا هبرقن كوناك سني قفك وحي السبب قول نقنسا أخلاق دي سيدقن كيسونو هاقاق رواه الطبراني بإسناد بكور رواته ثقات عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاد قال وحري يا رسول الله رسولك لو أوصني إي دردارا قال وحري أعبد الله إلهي عابد كأنك سيدي أديغو تراه أرقيا إلهي سيدي أحدك يدوك لي وعابد وعدد تره نفسك نفس هذا وحدك ترسى في الموتى كوى دنتي أديغو عمل كاغي وكهوريا لورد انتي نفت هذا كالسوقات واذكر الله إلهي سبحانه وتعالى حس عند كل حجر لقح كست أكتيسة يو عند كل شجر جيت كست لقح كست أكتودة ميل كستو أدمر يسمعنه حوي حسك إلهي عرب كاغا هكو قيناد وإذا عملت سيئة حمانها ذات سميسنة فاعمل بجنبها حما تدارين عيدا وحاد سميسا حسنة وناك سمي السر بالسر والعلانية بالعلانية قرسودي بحيادو سميسي عمل وناك سنو قرسودي السمي وحياد سميسي دادك هورتو دادكو سميسينا عمل وناك سن يعني دادك هورتو دادكو سمي هذا دادك هورتو دادكو حماتوكو سميس وعن أبي در ومعاد بن جبل رضي الله عنهما لبدا الصحابي إلهي كرر لنقضيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي كوري قال النبي حويري اتق الله إلهي كبق حيث ما كنت ملك استوى تهي وأد شوكتو إلهي كبق فعاش هذا إي أغواش هذا إي هبلاك لغن كاقب إلهي كبق سبحانه وتعالى وأتبع السيئة حما تدي الراعي الحسنة وناك راعي تمحوها ويمصحي صاي وخالق الناس صدتك كل دقن بخلق هبرقن وحسن ونكسن تبعد ونكسن كل دق رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى أحمد وحوري بإسناد جيد عن أبي در رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري ستة أيام لحم المود ثم عقل كدبنا وحوري فهن يعني وحن كوصو وضو فهن يا أبا در أبا درو ما يقال لك وحلق أرندون وبعد أنت كقدال فلما كان مركو أها اليوم السابع مالك تضباد مركي لقاري أيقال النبي حول أوصيك بتقوى الله ألك عبسي مانكو دردار ميا في السر في سر أمريكا أرنكاك قرسودي ديسا وقتك أذن خلقك أمك لحديسا إن أدلاه كبقض سبحانه وتعالى وعلى نيته أرنك هذا متك موقضة إن أدلاه كبقضة سبحانه وتعالى وإذا أصأت أداد حمان سميسنا فأحسن وناك سميه ولا تسألن أحدا شيئا يعني هالسؤالن روحنا شيها ويديسن بريضة إسكير علي حتى شيء حقير بها هذه وحوري وإن سقط صودك شيد الكاغو بهدعه حتى شيد الكاغو هذولك كاغدعه هاوران إن شيد الكنيس وديب ولا تقبض هقبضون إنو هقاد أمانة أمانة هقاد إسكيلال وعن أبي در رضي الله عنه قال وحوري قلت وحن يا رسول الله رسولك إلهي أوصني إيدر دارا قال وحوري إذا عملت سيئة حماتو مركات سميسو فأتبعها راعي حسنة وناك راعي تمحوها ويمصحي صاي قالوا حلو قلت وحنا يا رسول الله رسولك إلهي أمين الحسنات حسنات كيميو كمديهي لا إله إلا الله توحيد سيغة توحيدك أول لقيرو حسنات كيميو كمديهي قالوا حلو هي أفضل الحسنات كلمة داسي حسنات كمده وقفض لبضنوان رواه أحمد عن شمر بن عضية عن بعض أشياخه عنه وعن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ويهدي عبد الله لا يطلقه
قال وحولي إن رجلا نن أي أصاب وحو أصيبي من إمرات هويني بو أصيبي حقي ذا قبلة دنكشو أما شومين بو كسمي يو شومي. وفي رواية جاء رجل نن بايمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوبنا حقي سويمي فقال وحولي يا رسول رسولك إلهيو إني عالجت إمرات هويني بان محاولي يعني المعالجة بمعنى المحاولة وإسكودي ذا يعني على الشدة شيء قصي أذق لا إسكودي هويني بان إسكودي في أقصى المدينة مقالدة مدينة ماشا وقش شيسا وإني أنونا أصبت وانا صيبي منها هويني ذا حقي ذا وحنكا صيبي ما دون وحكسكي أن أمسها إن أن تابطي يعني إن أن أقل موضي قلمو إيو حريش قوليد يعني إيو إن أن كسامي يوحي كسوكي يوردن وباشالي يقعن سارة هاوان كسامي فأنا أنقو هذا متكاسان هاي فقد حكم فيا نحن إذا وحادكو حكم تا ما شئت وحاد دونتو هاو شاسا يقعد عاي فقال له عمر عمر باوحو كولي قد سترك الله إلهي ووكو أسترو ووكو عيب غريه لو سترت نفسك نفسد على هذا أستري لحيد صوم في عناتين لكان أحسن. قال وحولي فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ننكي ومعلن شيئا شيئا ومعلن النبي صلوات الله وسلم عليه فقام الرجل ننكي با استاقه فانطلق وبحي فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو راعيه رجلا ننبو راعيه كذب درويره الله وعو فدعاه وأويري فتلا عليه ننكي دوشي سوحوكو أخريي هذه الآية آية دانيادة إله حلي وأقيم الصلاة سلاة أوغ ضرفي النهاري مالين تلبدي يدد على لبدي يدد قبل صلاة أوغ يوزول فان قبل ومن الليل هبينكي كمدة إن الحسنات حسناتك يذهبن وحي تكسيان السيئات حمياله بي تكسيان ذلك كاسي ذكرى وانوي للذاكرين كوا وحصوصنا يا لواننا يا وعدك يا واندا ينفعس. قال الرجل نبا وحلو من القوم قومك كم يا نبي الله نبي الهي هذا له كام يسقى اسكال خاصة قارهان. قال نبي وحلو بل للناس كافة ما يسقى اسكال هيدتك دمانتود با اسكال روحي حما تسمية عمل ونكسن كدبجية عمل كيس حما ولا ترتري رواه مسلم وغيره. وعن ابي طويل شضب الممدود انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قويمي فقالوا حري ارايت بلي قورن في يعني من عمل الذنوب دمبياش روح السمية كلها دمانتود وفق حال كيس يقور ولم يترك ان كتهن ولم يترك ان كتهن منها من الذنوب ذنوب تحقي دي شيئا شيئا أنو كتغن والحال هو يسقن في ذلك حرك أو كسبية لم يترك أن كتغن حاجة حاج أن كتغن يسقو حما تضع السمين هذا لم يترك كتغن مايو حاجة حاج كتغن مايو ولا داجة صور نقش حاجك وكسور نقنا ينا كتغن مايو إلا أعطاها والله إيمانيا فهل لذلك أرنك موسو فهل لذلك كاس موسوقنات من توبة توبة موسوقنات حتي عبادنا واوضا مع سيدي يفجورك وحو دافين مجرد تدك ما انت الرباد يعون يعني حجك وكاقه الرئيان حجك يا عمردي دوود عضي بإيبنا يعني حجك يا عمردي وكاقه الرئيان ومدي بيبابئنا يعني حوله دي دعيان حجك يا عمردي وكاقه الرئيان. قال وحولي فهل أسلمت ما إسلامت يوم هو جان سنة. قال وحولي أما أنا أنو فأشهد وحنقري أن لا إله إلا الله إلا حق لقو عابد أين نشرين ألمه يعني وأنك أدو رسول الله رسولك إلى هنا تهي إسلامي ماذا وانقري. قال وحولي تفعل الخيرات خيراتك آيات سمينيسا وتترك السيئات حميالها نواتكتكيسا فيجعلهن مركاسا الله سبحانه وتعالى وحوكي إليا لحسن يعني حماتدي عاد سميس لك هذه خيرات خيرات بكاغي يليا كلهن دمانتود. قال وحولي وقدراتي وبلن بريدي دي يو فجراتي فاجر نمدي دي يا حتى لي بدل يايو
ونقل يجيلي قالوا حيري نعم ها قالوا حيري إنك الله أكبر إلهي باوين فما سال يكبر حتى توارى كما السولين إنه تكبيرنا يو وحاو لعجب الله أكبر ليه إلهو نقر صومي رواه البزار باورني والضبراني واللفظ له وإسناده جيد قوي شضب إنك ليه قد ذكره حاشي غير واحد هل وحكى بضبا وحشي غيره في صحابة صحابة أي كتل ما من حدوده إلا أن البغوي لكن بغوي ذكره وحشي في معجمه معجم كيس وحشي أن الصواب سيدة صواب كاهي إن تاع عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير أو مرسلة حديث كاس ومرسلة أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي قويمي ضويل الشطب يعني كلاشيد نانتي سؤال دار طاي والشطب في اللغة وحال الهدى الممدود مثل الشيدي بالية فصحفه وحا تصفيحي وحا يعني صحفيه بدلي معنه بعض الرواة رواد بركود وظنه حملي اسم الرجل نين مقعي والله أعلم لكن سيد حفاظ وأيوب بدنيهين وحوي ننكاس إنو صحابي هاي نين مقعينا وشطب كوية الترغيب بورنتي ليسكو بوريب بابي في الفراق للعبادة عبادة إن لو فارق يولي الإقبال على الله تعالى إله إن لقابله وحقي سلو تشيست يولي الترهيب ديجيتانك ليستغدقي من الاهتمام إن أهمية لسيه بالدنيا أدوية إن أهمية لسيه يولي الانهماك إن لدحقله عليها أدوية دوشي دي مركا إن لدحقله لقم من هذا وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي يقول ربكم ربكين وحوليه يا ابن آدم إن آدم تفرق لعبادتي عبادتي إذا أتفرق أملأ وأنبوحين يا قلبك قلبي يا قلبت هذا وحن كبوحين يا غنى هدنتويا كبوحين يا وأملأ يديك لبدا هذا قعمودنا وأملأ يديك يعني لبدا هذا قعمودنا وحن كبوحين يا رزقا إرساق دي ديف بان كبوحين يا ابن آدم إن آدم لا تباعد مني هيقف غان املأ قلبك قلبي يا وحن كبوحين يا يعني مركا هداد فقاتو فقر فقري بان كبوحينيا وهو أملأ وأن بوحي يديك لبدا هذا قعمود أن كبوحيو شغلا مشغول أن كبوحيو خورت هذا إن أنا مشغول يا شغل عندك رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ضاعد عبادة مركو روح أتفرقه وعبادة هي ضاعد أولدنته الدنيا إلهي وفضو ديني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لوح أخري من كان يريد حرس الآخرة روحي هذه بيرت آخر من دونية الآية قالوا حلي يقول الله قال حلي ابن آدم إن آدم تفرق لعبادتي عبادتي إذا أتفرق أملأ صدرك اللابت هذا وحن كبه حنيا غينا خذن طويان كبه حنيا وأسد فقرك باهد هذا نوان أودي وإلا تفعل هذا سيدا سمينا ملأت وحن كبوحنا يا صدرك اللابت هذا شغلا مشغول بان كبوحنا الدنيا ذا يهوله دي يمشغول كذي يعلل كذي ورم بابنان كلو قصة صار ولم أسد فقرك باهدا ذا ما أودي سكستوا هذا أرده سكستوا هذا الدنيا استوحده سكستوا هذا حركة وحده إلهي سبحانه وتعالى باهد هذا ما أودي رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وابن حبان في صحيح باختصار إلا أنه قال وحلم ملأت يديك هرت هذا عن كبه حنيا شغلا مشغول لمن قعمها هرت هذا كبه حنيا والحاكم والبيهقي في كتاب السهدي وقال حاكم حلم صحيح الإسناد وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حكوري قال نبي حكوري ما دلعت الشمس غد غرحض مصوبحض ولقيد إلا بعث وحال صوبحيا بجنبتيها لابد يذا لنعو حال لغا صوصارا ملكان لبا ملك إنهما لابد ذاسي لا يسمعاني ويمغشين ينوركود يدنبالك أي ودان أهل الأرض ذاتك أرلاذا كنو دنبالكودا
إيه فرينت هذا مقشين يعني إلا السقلين إلا بدل العسليين مو يعني محيليه إن دمالك أبو وضي فرينت هذا يا أيها الناس ددو هلموا إلى ربكم وارحق ربك نكا عليا والربك سوء هذا والرب سوء قابل إليه فإنما قال وحير أو وكفى يعني كافية يعني وحير أو وكفى كفل نادي كافية روحا أيا خير وحوك خير بدنيه مما كثر وألها وحفر بطيه دت كان مشغولية وحفر بدنه مشغولية وحير أو كافية أو نولش هذا كافية كفلا محايا لي نبي صلى الله وسلم عليه وحورني اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ليفت النبي محمد آل كيس ويقودنا يان وحيله كفلا كيال وما قربت الشمس وقرحت المدع ذو قد ولقد إلا وبعث وعلى صوبحية بجنبتيها لبدأ يضرنا ملكان لما ملك على صوبحية يناديان حال إلى واقيان اللهم عجل إله ددتي لمنفق المتكي وحنفقية وحبحية خلفا شيئا ذو قدال مريسو وعجل إله ددتي للممسك متكي وحيستير وحدود الدجسة تلفا بابا إله الدجي رواه أحمد وابن حبان في صحيح والحاكم واللفد له وقال صحيح الإسناد إلهي بان القرآن كوش يغيو وما تنفق من شيء فهو يخلفه وما أنفقت من شيء فهو يخلفه شيء ما بحصان إلا إلهي بايدين كذا المرني ورواه وروات البيهقي من طريق الحاكم ورواه حوري البيهقي أياوري من طريق الحاكم ولفده حوي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم ما لنمشت ضلعت شمسه ما لنكا قرح دي سواي صوبحضه إلا وكان بجنبتيها إلا قرح ذا لبدي ذا دنعو حا هذي ملكان يناديان لبا ملقو دواقيا نداء دواق بيكو دواقيا يسمعه ومقليه ما خلق الله إلهي وحو أبو ري كلهم دمانتو ذا مقليان غير الثقلين لبدل العسلي يوحي عن هين لما لكم حوية يا أيها الناس ددو هلموا إلى ربكم ربك نكاليا إنما قل وحير أو وكفى روح كافية وكفل ناضي يا خير وحيك خير بدنتاي مما كثر وألها عيف ربطي قفك روحه يعني مشكا مشغولي نمبننكو كهنتي بدنية وكا مشغول بدنية وكول والبدنية وكي استرس بدنيا وكذل يريح انت اسبون كروزني بيقول تلمامي وحوري اللهم عدي منفقا اللهم متكي وحبحية وحاتسي خلفا شيء ادو قدال مري سميش وحكسو صاري وحكا غير بدن الله قدال مري وعدي ممسكا متكي وحيستين وحاتسي تلفا بابا وانسل الله اله وحكسو دجي في ذلك ارنكاس قرآن قرآن بحكسو دجي في قول الملكين اللي بدا ملك قول كودي مكاسا إلهي وحوير سبحانه وتعالى والله الله سبحانه وتعالى يدعو حويريا إلى دار السلام دار النبت قريدة حق يدين كويريا ويهدي وتوسينيا من يشاو عدو دوننا إلى صراد ود حق يدبكو توسينيا ودداس ومستقيم متوسنا وأنسل الله إلهي وحسودك في قولهما يعني قول كودي لبدو دي قول متكود وحكسودك في قولهما لابدو ذي قول لحوذ وحكسو دجيه اللهم عدي في قولهما هذا الكودي وحكسو دجيه اللهم عدي منفقا من وحبحي له حاتسا خلفا شيء أذو قدال مرسي إله سي وأعدي سي ممسكا متكي وحيستين تلفا بابا الله سي وحكسو دجيه والليل إذا يقشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى قوله لقالوا للعسرة وما خلق الذكر والأنثى يعني مركي انتان هوري محلو شاهد كما هي قفكي وحبحين يبا فأما من أعضى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى كي بخيلنا محالي وأما من بخل واستقنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى مركا الكاسا مركا محلو شاهد كوية وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وحيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان مقلي يقول يسوع لمن كانت الدنيا روح الدنيا ذو أي تهمه همجيس وحوك فكر يهمية الدنيا كلي أنر فرق الله إلهي وحوك لك حية عليه دش سأمره أرك يسوك لك حية
وجعل وحوية لا فقره باهدي سنة بين عينيه لبدي سين رود لحدودا أيا باهدا الله سو سارا طيب ولم يأتيه أمي ماد من الدنيا دنيا حقه دي وقمي ماد إلا ما كتب له وحي الله قريم ويوحكل ومن كانت الآخرة آخرة روح أيتي نيته ونيديسة جمع الله إله حوروريا له يسقى أمره أركيس يتلدي سائله حوروريا وجعل غناه هدنتو يدي سنو حكي لا في قلبه قلبك ساوح لقل يقين النفسي هدنتو يدي نفتا لقل واتت الدنيا دنيا ويتم أدا والحال هي يدنا راقمة مد ليسا يعني حال ايتا دنيا يد ليسا ويهورتي سيمانس رواه ابن ماجه ورواته الثقات والدبراني ولفته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حنبي يقول إنه من تكون الدنيا إنه أشأن والحال حالك وحوية من تكون الدنيا دنيا الروح أيتهاي نيته نيدي سأيتهاي يجعل الله إله حويلية فقره فقرك سيباهدي سحويلية بين عينيه لبدي سين رضي حدوده ويثبت حصوية عليه دوشيسة يعني ضيعته وحي كضي عنانه إلهي سبحانه وتعالى وصوية وأورورنية ضيعته حال إلى عرورتي سيئي حوله سيئي شغدي سيئي وحاصل لما لسكوته سنية ولا يأتي ما إيمان يمنها دنيا دي حقيدة إلا ما كتب له وحي الله قريب يوحك له ما إيمانيا ومن تكون الآخرة آخر الروح تينيته ونيديسة يجعل الله إله حيالي قناه ونيديس ويالي في قلبه قلب جيس ويكفيه ونكغفل نانيا ضيعته ضيع يعني وحي سيكاد يعناب كغفل في النانيا قيب تهري ويثبت ويشتت له ويشتت وكلك حيني عليه ضيعته حاجدي سيدنتي سيبا لكلك حيني كان ضمن يجعل الله إله حيالي في غناه وضنتو يدس في قلبه ويكفيه وكغفل نانيا ضيعته يعني عرورتي سي هوينك سي شغدي سي بوكا في اللاني وياتيه وحاوي ماني الدنيا دنيا دي واوي مانس والحال هي ذن الراقمة مد ليس نيتا شتت عليه ضيعته اي فرغ عليه حاله حالك سكلك حينيا يو صناعته شغديس يو معاشه نولشيس يو ما شيء هو يسوق مهتم به يعني مد يعني ضري علي حاله يهي اهميتي وشعابه وكلك حيني عليه دوشيسة ليكسر سئوبة كده لبتيسة ويعظم نفسه نفسديسة وقوة ينادو يعني تعبك يا دنيا ذي شغض وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحيد من كانت الآخرة روحي آخرة أيتها همه هم جيس قلبي جيس وحكوين وحكف كري وحكوهمي وآخره جعل الله إله حوية لا قناه خذنتو يدي سوية لا في قلبي قلبي سنحدث إلهي بعد يقصي يعني هذا كدقو الدنيا يسكون مشغولية الله كدق وجمع وأكل مياله الله سبحانه وتعالى شمله تلدي سنع الله وأوروري وأتت الدنيا الدنيا دي بأوتي ما دو الحال هي يدنا راقمة المد اللي سنيت ومن كانت الدنيا الدنيا دي روحي هتهم وغمجيس جعل الله إله حوية لا فقره باهديس بين عينيه لبديس إنه دحدس وفرق وحوك الكحية عليه دوشيس شمله تلديس يحاجديس على كالفقية كب إيا كرين طون اسمك يا نصيد صومالي بيتر ولم يأتي أمي ماد من الدنيا الدنيا دي حقية ده وقمي ماد الدنيا دي أوردي إيا تقديدك إيا وحول بيسكوحر عبادة إيا داعه وقتقي إلا ما قدر له حلو قدر مويان رواه الترمذي عن يزيد الرقاشي بكورني عنه حقيس ويزيد قد وثق والى توثيقيه ولا بأس به مله يعني وحده مله في المتابعات متابعات كإن لود ليشده ورواه البزار بورني ولفده قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حين من كانت نيته نيدي صروحة تاي الآخرة آخرة جعل الله تبارك وتعالى إله حييليا الغنى خذنتو يليا في قلبي قلبي سنحدث وجمع له وحوكل منه يا شمله تلدي سيار كيسة ونسع الفقر فقر جين وسيبيا من بين عينيه لبدي سين رضي حدود كسيبيا وأتت الدنيا دنيا دينا وإيمان إسا والحال هي يدنا راقمة مد ليسا يعني مركا آيتا فلا يصبح موابر سنيو إلا غنيا مد يقتون يهيم إيه
ولا يمسي مقلب يسنه إلا غنيا من يقتلونه يهمه ومن كانت روحا يهاتي نيته نيديسه الدنيا الدنيا جعل الله إله حيالي الفقر فقرك يباهيد حيالي بين عينيه لبدي سيندود لحدود فلا يصبح موه برسنه إلا فقيرا فقيرا يهمه يان ولا يمسي مقلب يسنه إلا فقيرا فقيرا يهمه يان إلا وحا بن آدم كو قودانيو إيا وحا حولو إيا مال وكوفانيو إنتو وكيد له خسندها إلهي بكوشران وإن من شيء إلا يصبح وإن إلهي سبحانه وتعالى شيء مجره إلا وعندنا خزائنه أكتيدا خزائن تسوات وما ننسله إلا بقدر المعلوم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إلهي سبحانه وتعالى ضمن عدو دوننا رزق أفدية عدو دوننا وكعرية بقدره وقضائه وحكمته ومن كانت روحي هاتونيته يدس الدنيا الدنيا هاونييني الدنيا كلي سوكي للايت جعل الله لا يحوي على الفقر باهدة بين عينيه لبدي سيندود لحدود يالا فلا يصبح موا برستو إلا فقيرا إنه فقير يهمويان ولا يمسي مقلب يستو إلا فقيرا فقير يهمويان رواه الدبراني بلفظ بكور يتقدم ينوصه هرمري في الاقتصاد ينوصه هرمري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وحال قوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري قال إنه يولي من جعل الهم همي الروح كيالة هما واحدا همي كلي الروح كيالة كفاه الله إله وحكف ككافية وحكف النظر قال هم دنياه همي الدنيا السوكة كافية أفكي همي سآخرة كلي كيالة همي الدنيا ذو إلهي كفلنا هذا ومن تشعبت روحه يسكد حقشه الهموم همياشة يسكد حقلان لم يبالي الله إلهي سبحانه وتعالى وما أبيله يعني في أي أوديته وادي دي سيتوقق ذا في أي أودية الدنيا توقق الدنيا ذا متكودي هلك وكوها الأكسمي يمشو دونها كوها الأكسمي رواه الحاكم والبيهقي من طريقه وغيرها وقال الحاكم صحيح الإسناد ورواه ابن ماجه ورنيه في حديث ابن ورنيه عن ابن مسعود لقى ورنيه وفي روايه روايه لو حيلاده له عن ابن مسعود ايضا نسونات سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول نبينا وحان كما قال يسقول من جعل الهموم همياش الروح كي لهما واحدا هم كليا هم المعادي هم اخره يا اله الا كل انكس الروح كي له كفاه الله إلهي باكف الله سبحانه وتعالى الله ككافية هم دنياه هم يجي الدنيا سك كافية ومن تشعبت به الهموم هم ياشي روح يسكد حقلان وهي كفر بطان هم ياشا سوفي أحوال الدنيا حالها الدنيا لحدود قصابسا لم يبالي الله إلهي وما أبي سبحانه وتعالى في أي أوديته تغقي سمتكو دي هلك وكوها الأكسميه وأنين وادي أشخاص يتوقع ترضى بدن أي قادين وكوها الأكسامين بولمي قال الحافظ حيو وتقدم في البيوع أيون قصور من الاقتصاد في طلب الاقتصاد في طلب الرزق وغيره من قصور من غير ما يعني غير ما حديث وحكى بدن بين قصور مري ويليق بهذا الباب باب كأعنتم ويأتي في الزهد هنا هل كانوا ينقوي من دون إن شاء الله تعالى أحاديث ما ينقوي من دون الترغيب بورنت لسكو بوريب بابي في العمل الصالح عمل كون أكسن عند فساد السماني سمنكو مركو فساد وقته روح يسوي نستوسيو ضدكي واح حمادين حدي إلا يسكتور إلا بالسكتور آنو أران وعن أبي صعلبة الخشني رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري فإن من ورائكم قداشين وحا هذا دا صحابة تهين أيام الصبر أيام الصبر ما لمه صبرك دلقاتك الروح ودلقاتنا دينتي سوات كيسان يصبر أياهات وحن نبي يقول الصبر صبر كيات كيسك فيهن ما لمها دحوض دينك لوات كيستي حقا يعني مثل القبض سيدي شيء لقبطي وكالو لمدي هاي يعني مثل القبض على الجمر سيدي دنبل يدحل يعني مكا قعنت لقبطي وكالو لمدي للعامل متك شقيه سبنكا يا وقتك
فيهن دحدود وقتيضا يوقاد على سوشيغي مثل أجر 50 كنتن أجر كودي وحلا مدولية كنتن كاسو 50 رجلا كنتن ويعملون سمينية مثل عمله عمل كي سوكل. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن من قريب. وقت فتنت أي ترتغف دين كي سينو إلى شدو راس مال كي سي إيمان كي سينو إلى شدو وهو حيابها وقيمها بدن. رواه حديث حسن غريب. وابو داود باورني وساد حسياد قيل وحليا رسول الله رسول كلاهي أجر 50 رجلا كنتن أجر كودبات شيكتي ومنا أننا نقمد مياه أو منهم سيئة كمدة كنتن وحلقو قياسي ما كنتن صحابي أننا نقمد أجر كودو كرولي يهي بس كنتن كوان نقدم بيه كمدة. قالوا حيو بل أجر 50 منكم بل حولي أجر كنتم يعني مركا إذن كإذن كمدة أجر كودو كرو لي بكوير نبقو صلوات الله والسلام عليه. معنى هيدن وحوي قف بقفكو كي امتحان بدن يهي يعني دين تنا وقعت كيسي بدن يهي أجر كيسو نواك بدن يهي ككلواك بدن يهي. إلهي بانا ابتلاقي امتحان كا قف كمؤمن كا إن دين تي صلقو امتحان يشيغيو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولماذا حيث أهدان الابتلاء والمحن في حياة المؤمن قفك مؤمن كان نولوشي صدن با امتحان عافمات كوا امتحان عمر كوا امتحان عافمات درد هو امتحان أولاد الآن توا امتحان أولاد اللقسية هو امتحان نول بقو نولوشا يعني كمضة وحوي هو امتحان. وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي عبادة عبادة وفي الهرج يعني وقت دلك اي فتنة اي كران روح اوصم ايو كهجرة هجرة بي لم يتاي الي يعني انيق حق ايقا مركا لوسو هجرو دي هجرو حق ايقا لوسو هجرو دي ووقت النبي محمد هجر دي لقالي وكلا اي لم يتا واقورما ووقت فتنوين كي اسخلافك اي كران والنبي يقول عبادة عبادة لسم ايو في الهرج وقت فتنوين كي دلك اوجرو كهجرة إلي هجرة أنيقة مركا حقا ليسو هجرة دي وكالة أي لمت. رواه مسلم باورنية يو الترمذي وابن ماجه ابن ماجه نورنية الهرج وحال إلى هذا هو الاختلاف والفتن واسخلاف كي فتنة ده. وقد فسر وحا يعني لغو فسر في بعض الأحاديث أحاديث تبركوت وحا لغو فسر بالقتل دلك لغو فسر نبي قاعد يكسر وانت انت هرج كله ويدي انه قاعد انت كوي شارو يري يعني مركا هو القتل ودلك. وفي بعض الاحاديث وحكسر بالقتل دلك يا لغوت المام محايل لان الفتن والاختلاف فتنوينك يسخلافكو من اسبابه اي من اسباب القتل دلك اسبابه سيبي كمدي. فاقيم المسبب يعني شيء مسبب كأها أيال التاجيه مقام السبب سبب تبوس كذي أيال التاجيه واحد ذلك سبب يا وحوي وافتن تجرت أيال ذلك سبب بس إلهي وحوي جسنا سبحانه وتعالى عمر جنون عافمات كل ما نيو عافمات كنا نتقوى وكل ما نيو علم جنا نعمل فل وكل ما نيو. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا.